أهلا بحضراتكم، وهذه التغطية المباشرة لتطورات الأوضاع في غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واقتحامات مستمرة للمدن الفلسطينية. يمكن كان مخيم جنين ومدينة جنين أيضا من أهم المدن التي اقتحمها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام القليلة الماضية، عدد كبير من الشهداء والمصابين. أيضا مذكرة اعتقال وتوقيف من قبل المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وعدد من المسؤولين الإسرائيليين. كل هذه التفاصيل نتابعها مع حضراتكم في حلقة اليوم وهمزة وصلة. مع دخول الحرب الإسرائيلية يومها 28 بعد 200، يتواصل العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، حيث استشهد عشرات الفلسطينيين غالبيتهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون في أنحاء متفرقة من قطاع غزة الذي يشهد قصفا عنيفا جوا وبرا وبحرا. وانتشلت طواقم الإنقاذ 3 شهداء وعددا من المصابين نتيجة استهداف طائرات الاحتلال منزلا بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وارتقى شهيد وأصيب آخرون جراء قصف صاروخي شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ولا يزال هناك مفقودون تحت أنقاض المنزلين المدمرين. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ 7 أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35562 فلسطينيا أغلبيته من الأطفال والنساء، وإصابة 79652 آخرين في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال ألاف الضحايا تحت الأنقاض. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 7 فلسطينيين على الأقل و9 إصابات برصاص الاحتلال في جنين، بينها إصابتان بحالة خطيرة بنيران القوات الإسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. وعلى الصعيد الإنساني، أكدت مسؤولة الاتصال في منظمة الصحة العالمية مجددا أنه لا مكانا آمنا في قطاع غزة، حيث وصفت الوضع الذي شهدته خلال الفترة التي قضتها هناك بأنه مأساوي ومحزن، منبهة إلى أن الوقود والإمدادات آخذة في النفاق، هذا ما يشكل ضغطا على العاملين في المجال الصحي هناك. أهلا بحضراتكم من جديد للمتابعة أيضا وتحليل الأوضاع في قطاع غزة. تنضم إلينا الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والمحللة السياسية من رام الله. دكتورة تمارا مساء الخير. دكتورة تمارا مساء الخير. بداية دكتورة تمارا، يعني الأوضاع في غزة وتسلسل هذه الأوضاع منذ يوم 7 أكتوبر وحتى الآن، اقتحامات مستمرة وأيضا قصف متواصل للاحتلال الإسرائيلي، يمكن شاهدنا أيضا قصف مدينة جنين وقصف المستشفيات وغيرها من الأعمال التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. لماذا يتوغل الاحتلال الإسرائيلي بهذا الشكل بعد إعلانه القيام بعملية في رفح؟ طيب دكتورة تمارا، في عطل فني او مشكلة في صوت حضرتك، هنرجع لحضرتك مرة اخرى. غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة كما ذكرنا، يمكن شاهدنا أيضا وقوع عدد كبير من الشهداء والمصابين مؤخرا في مخيم جنين وفي مدينة جنين شمال الضفة الغربية. تتوالى هذه الأحداث من يوم 7 أكتوبر وحتى الآن. هناك أيضا مذكرة اعتقال وتوقيف لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو و أيضا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت وعدد من المسؤولين الإسرائيليين جراء جرائم الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. يعني هذه الاشتباكات والاقتحامات
الاقتحامات التي يقوم بها الجيش الاحتلال الإسرائيلي، وهناك تخبط أيضا في التنظيم داخل الجيش، وخاصة أن هناك عمليات عشوائية وعفوية حتى تتم من جيش الاحتلال الإسرائيلي في أماكن مختلفة من وسط القطاع لشمال القطاع في جباليا وبيت لاهيا، اليوم في مدينة جنين، وأيضا تهديد نتنياهو باقتحام مدينة رفح الفلسطينية. هناك أيضا على المستوى السياسي إجراءات سياسية مختلفة من الدول العربية ومن دول العالم، يمكن أبرز هذه الاتجاهات الجنائية الدولية، وفي انتظار قرار توقيف يصدر من محكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو وعدد من المسؤولين الإسرائيليين جراء جرائم الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال في قطاع غزة. للمزيد من المتابعة حول هذه التطورات ينضم إلي الأستاذ عمرو حسين الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ عمرو مساء الخير. بداية يعني هل تعتقد أن ما يقوم به الاحتلال حالة من التخبط، يعني عمليات واقتحامات مختلفة في أكثر من مكان، يمكن آخرهم شمال الضفة الغربية في مدينة جنين، من قبلها في جباليا وبيت لاهيا في شمال قطاع غزة، وغيرها من الأعمال التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي كل يوم، يعني بماذا تصف هذا؟ هل هو ابتعاد عن عملية رفح البرية نظرا للضغط الدولي ونتنياهو يريد أن يستمر في هذه الحرب؟ تحياتي لحضرتك. نتنياهو الآن وحكومته حكومة اليمين في مأزق حقيقي من جهتين، الجهة الأولى اللي هي الإدانات الدولية، وأكبر دليل على ذلك ما حدث أمس من إصدار مذكرات اعتقال من قبل مدعي العام للجنائية الدولية كريم خان بحق رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع، يؤكد تماما أن المجتمع الدولي أصبح يأخذ موقفا ضد دولة الاحتلال التي مارست جرائم ضد الإنسانية في غزة، جرائم إبادة جماعية جينوسايد، ناهيك عن ممارسة التجويع والتعطيش لأهل غزة. كل ذلك أدى إلى وجود أدلة لدى المدعي العام في الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال ضد قادة إسرائيل، ومرشح ذلك للزيادة، منهم ممكن يكون رئيس الأركان هيرسي هليفي، لأن أمس المدعي العام للجنائية الدولية أكد أن ممكن استدعاء مزيد إذا ثبت ارتكابهم للجرائم ضد الإنسانية. أما على موقف على الميدان موقف العسكري الإسرائيلي، فهي عادت كما هي أيام الحرب الأولى، يواجه مقاومة شرسة في شمال غزة في جباليا وفي بيت الهوى وجحر الديك وبيت لاهيا، كل ذلك أدى إلى خسائر كبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي. أصبحت الشارع الإسرائيلي غير مقتنع باستمرار الحرب، لأنه لم يتحقق أي أهداف من أهداف الحرب، لم يتحرر الأسرى، لم يتم القضاء على حماس، لم يتم اعتقال قادة حماس، لم يتم تصفية القضية الفلسطينية كما يريد نتنياهو، لأن الشعب الفلسطيني صامد والشعب الفلسطيني متمسك بأرضه ويقاوم من أجل البقاء. طيب عودة قصف المستشفيات مرة أخرى، يمكن منذ بداية هذه الحرب هناك قصف الاحتلال ويعني قصده للمستشفيات بشكل خاص، لماذا يقوم الاحتلال الإسرائيلي بذلك؟ هل يريد أن يدمر ما بقي من البنية التحتية ومن ما هو موجود حتى في قطاع غزة؟ دي نهج عودة القصف الإسرائيلي للمستشفيات في قطاع غزة، ده نهج اتخذته القوات الإسرائيلية منذ بداية العدوان على غزة لتدمير ما تبقى من بنى تحتية في غزة، إخراج جميع المستشفيات عن العمل. في غزة في 32 مستشفى جميعها خارج الخدمة، لأنه بيمارس إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، ضد الشعب الموجود في غزة، لأن الغرض الأساسي من هذا الحرب أيضا هو تصفية القضية الفلسطينية وليس فقط القضاء على حماس، ولكن كل هذه الأهداف باءت بالفشل، على الرغم من التجويع، على الرغم من القصف المستمر، على الرغم من الإبادة الجماعية، على الرغم من وجود أدلة دمغة على أن دولة الاحتلال ترتكب جرائم ضد الإنسانية، إلا أن ذلك أدى إلى انتفاض المجتمع الدولي. بنشوف المظاهرات الموجودة في أمريكا، الموجودة في أوروبا، الموجودة في أمريكا الجنوبية، الموجودة في أستراليا ضد الإبادة الجماعية في حق الفلسطينيين. دي أول مرة يتعرض لها قادة الاحتلال لمثل هذه الضغوط، لأن تم كشف
تم كشف جرائمهم بشكل عام امام العالم كله. طيب تم دكتور عمرو هستكمل مع حضرتك هذه النقطة، لكن ابقى معي الدكتورة تمارا حداد الكاتبة والمحللة السياسية من رام الله. دكتورة تمارا مساء الخير. مساء الخير، تحياتي لكم ولقناتكم الكريمة، يعطيكم العافية. كنا نتحدث عن استهداف الجيش الإسرائيلي هذه المرة مدينة جنين، لماذا شمال الضفة الغربية وانتقاله من نقطة إلى أخرى داخل قطاع غزة أو خارجه؟ صحيح، بالفعل هذه الاستراتيجية التي يستخدمها الآن الكيان الإسرائيلي سواء كان في الضفة أو قطاع غزة، وهي استكمال العمليات الأمنية ذات الضربات الاستباقية، بمعنى هو هدفه الأساسي اقتلاع جذور المقاومة. الآن يقوم بعملية عزل منطقة عن منطقة أخرى، عزل منطقة المخيمات عن مناطق مراكز المدن للضفة الغربية. الآن يستخدم الضربة الأمنية التي تعزز وقع إطباق الحصار على المقاومين الفلسطينيين، عندما يستجمع المعلومات الأمنية الاستخباراتية أن هناك مقاومين، هناك مناضلين أو مجابهين للاحتلال، يقوم الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباغت وبشكل مفاجئ يدخل مناطق الضفة الغربية. الآن وضع أن مناطق المخيمات هي مناطق ساخنة، وهذا يعني أن استمرارية الدخول والخروج وقت ما يشاء حسب مقتضيات وتجميع هذه المعلومات، ويستخدم العمليات الاستباقية الاحترازية أن لا تتحول الضفة الغربية إلى حالة من انتفاضة شاملة. لذلك استخدم خلال العامين الماضيين حتى هذه اللحظة استخدم هذه الاستراتيجية. ليس هذا فحسب، هو يريد أن يحول هذه الاستراتيجية في قطاع غزة، هو إعادة السيطرة الأمنية الشاملة الإسرائيلية. وإن كان حتى هذه اللحظة في سياق تحويل هذه السيطرة إلى حكم عسكري، حتى هذه اللحظة يحاول قدر الإمكان الواقع الإسرائيلي إعادته بشكل غير مباشر وبشكل تدريجي ضمن الخطوات الأمنية التي يقوم بها في الوقت الحالي، بمعنى أن الضفة الغربية لن تهدأ في سياقات استمرارية الواقع الإسرائيلي باستمرار استخدام سواء كان جيش الاحتلال بعملية تدمير المخيمات، كون هذه المخيمات تعتبر ذات دلالة رمزية. لماذا يريد أو في هذا المخطط عزل منطقة عن الأخرى؟ يعني كيف سيستفيد منها في استراتيجيات العسكرية داخل القطاع؟ نعم، هو يستفيد منها. الآن فكرته الأساسية هو قطع التواصل الجغرافي والديموغرافي بين منطقة وأخرى، قطع التواصل بالتحديد الديموغرافي، بمعنى هو يريد إنهاء أي حالة تواصل بين الشباب الفلسطيني بين منطقة وأخرى. هو يستفيد حتى يعزز القبضة الأمنية الثقيلة على مناطق الضفة الغربية وبالتحديد في مناطق المخيمات، هو يريد أن يقتلع جذور هذه المقاومة بشكل كلي، بمعنى هو يستفيد في سياقات أن كلما كان هناك تفتيت للتواصل الجغرافي والديموغرافي كلما سيطر أمنيا وعسكريا على هذه المناطق الضفة الغربية. هو يريد أن يعزز مفهوم أن الضفة الغربية سوف يعني مستقبلا أن تضم إلى قطاع إلى دولة إسرائيل، بالإضافة إلى قطاع غزة سوف يستخدم واقع الضم بشكل تدريجي حتى لو كان هذا الأمر غير معلن، لكن على أرض الواقع في مناطق المصنفة سي في الضفة الغربية بدأ الآن يظهر أنيابه في خلال واقع عملية الضم بشكل مباشر وغير مباشر خلال ضرب الشعب الفلسطيني من هذه المناطق، وبالإضافة أنه يقوم بسياسة هدم المنازل حتى يقوم باستكمال هذه عملية النزوح الداخلي الفلسطيني من المناطق المصنفة سي إلى المناطق المراكز المدن بتحديد المصنفة ألف أو باء. حتى على مناطق المصنفة ألف أو باء أيضا الكيان الإسرائيلي يدخلها بشكل مباشر حتى يظهر أن هو المستلم والمسيطر. دكتورة تمارا، ما الذي يتردد يعني وحضرتك موجودة يمكن على الأرض وقريبة من هذه الأحداث بشكل كبير، لماذا يقوم نتنياهو بالانتقال من نقطة إلى أخرى ثم رجوع إلى نقطة الصفر مرة أخرى؟ هل هذا يعني لمد أمد الحرب فقط أم ما زال لديه هدف استراتيجي أو هدف عسكري يسعى إليه، وخاصة أنه لم يجد من قادة حماس أو لم يستطيع أن يقضي على حماس في القطاع كما ذكر من بداية هذه الحرب؟ أولا هناك أكثر من هدف. الهدف الأول هو يريد أن يرسل رسالة للشعب الفلسطيني وأيضا السلطة أن الكيان الإسرائيلي موجود وأنه يستطيع الدخول والخروج وقت ما يشاء، هذه النقطة. الهدف الثاني وهو إطارة الحرب بشكل متعمد، ويريد أن يدخل ويخرج، وهو يشير إلى ذريعة طبعا تحت ذرائعه أن هناك مقاومين، هناك عمليات فردية، هناك عمليات قد تحدث عمليات انتحارية، هناك عمليات تجهز من قبل الشباب الفلسطيني، لكن كلها ذرائع. الهدف الأساسي إطالة الحرب بشكل متعمد. نتنياهو لا يوجد لديه اليوم التالي
في ذهنية الأيديولوجية النتنياهوية وأيضا اليمين المتطرف لا يوجد هناك اليوم التالي والدليل، لما عندما تم الإشارة من سموتريتش وبن غفير وحتى نتنياهو ذاته أشار أن اليوم التالي لا يجب الحديث به بالتحديث ما يتعلق قطاع غزة. وأيضا الضفة الغربية هي يعني في نهاية المطاف متصلة ومتسقة تماما عما يحدث في قطاع غزة، لذلك نتنياهو يطير بشكل متعمد. النقطة الأخرى هو من أجل استخدام واقع الأرض. ابقي معي دكتورة تمارا، أعود إليك مرة أخرى وأعود إلى الأستاذ عمرو حسين الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ عمرو، على المنحى السياسي والتحرك الدولي تجاه إسرائيل، توقيف الجنائية الدولية وانضمام فرنسا أيضا لدعم هذا القرار، هل سيؤثر على سياسة أو تحرك نتنياهو على الأرض أم سيستمر في هذه الأعمال كنوع من التحدي لهذه القرارات كما عودنا؟ طبعا حضرتك نتنياهو أصبح في مأزق، لأن المدعي العام أصدر إذا اقتنع القضاء بهذه الإجراءات سيصدرون مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وجالانت، وده هيؤدي أن المذكرات دي هتبقى موجودة في الدول الأعضاء في روما الأساسي اللي هي 124 دولة هيتمنع من دخولها أو هيكون هناك في خطر القبض عليه واعتقاله. ثانيا ده بيمثل لي مشكلة كبيرة، لأن ده هيؤدي إلى أن الدول الأوروبية أو الدول الغربية اللي تدعمه في السلاح هتقلل الموضوع ده، لأنه هو مرتكب أو هو متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وده هيؤدي بالتالي إلى مزيد من الضغط على نتنياهو. نتنياهو الذي يريد تمديد أمد الحرب للبقاء في السلطة، فهو غير عابئ بالقرارات الدولية، غير عابئ بما هو أهم شيء عنده هو وجوده في السلطة واستمرار في السلطة وتوسيع الصراع. إذا كان الصراع ده بيستمر أيضا في الضفة الغربية، فالضفة الغربية ليست بمنحة عن ما يحدث في غزة فما يتم ارتكابه من جرائم. لكن هذا التحدي أستاذ عمرو بجانب قلق، يعني هذا التحدي بجانب قلق يظهر على نتنياهو وحكومته من صدور هذا القرار، وإلا أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تصدر يمكن تصريحات بأنها تدين هذا القرار وهكذا، يعني من إجراءات سياسية يتحداها نتنياهو. الحقيقة أن إسرائيل والولايات المتحدة ليس من الدول الموقعة على البيان الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وده بيديهم فرصة للتهرب من الجرائم ضد الإنسان اللي حصلت، جرائم اللي ارتكبتها حكومة الاحتلال. ولكن هو فعلا مضغوط، ولو رأينا حديثه أمس كان متوتر جدا، كان في حالة ارتباك، ده بسبب ما يحدث على الأرض من خسارته على الميدان في الأرض وما يحدث من إدانة المجتمع الدولي. أول مرة تتعرض إسرائيل لهذه الإدانة الدولية من قبل المجتمع الدولي، وخاصة فيما يتعلق بمحكمة العدل الدولية التي أدانت إسرائيل بشكل مباشر، والتي هناك نحن نتمنى أن الجنائية يكون لها قرار ملزم، يعني أستاذ عمرو، لأن المحكمة العدل الدولية نعلم أن قرارها في النهاية كان غير ملزم. طبعا هو القرار أكثر منه يعني معنوي، وبيؤدي إلى كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي أمام العالم التي تعهد الاحتلال الإسرائيلي التهرب منها عبر التاريخ، عبر 75 سنة من الأزمة، إلا أنه حاليا في هذه الأزمة كشفت تماما جرائم الاحتلال الإسرائيلي أمام العالم وانكشف ضعفه أيضا. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ عمرو حسين الكاتب والمحلل السياسي. أعود مرة أخرى إلى دكتورة تمارا حداد الكاتبة والمحللة السياسية من رام الله. دكتورة تمارا، كنا نتحدث عن إجراءات الجنائية الدولية ومدى تأثيرها على الكيان الإسرائيلي، هل برأيك رغم كل هذا التحدي هل هذا القرار فعلا لا يعني لنتنياهو شيء ولا حكومته؟ أولا علينا أن نفرق بين محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية. محكمة الجنايات الدولية هي محكمة تختلف كليا عن العدل الدولية. صحيح. محكمة العدل الدولية هي تعتبر ذراع قضائي لمجلس الأمن الدولي الذي يتبع الجمعية العمومية للأمم المتحدة. محكمة الجنايات الدولية في هولندا في هالهاي تتبع نظام روما. محكمة الجنايات الدولية أي دولة منطوية أو عضو في محكمة الجنايات الدولية هي هناك قرارات ملزمة، بمعنى قرار ملزم للدول الأعضاء التي
تحت إطار أحكام التجنيات الدولية. فبالتالي عملية استصدار حتى هذه اللحظة، مدعي العام كريم خان قدم هذا الطلب لاستصدار من الدائرة التمهيدية لمحكمة الجنايات الدولية بأن يتم النظر حتى يتم إما خروج هذا القرار بمذكرة الاعتقال بحق نتنياهو وجلد أو عملية التباحث. طبعا هذا سوف تأخذ وقتا طويلا، بمعنى 4-5 أشهر حتى يخرج القرار الصريح القرار الواضح بعملية إخراج مذكرة بشكل رسمي، مذكرة اعتقال لنتنياهو وأيضا جلد، بالإضافة إلى الثلاث قيادات التي تتحدث عنها المدعى العام المتمثل سواء كان السنوار أو الضيف أو حتى على مستوى هنية. باعتقادي خلال هذه الفترة طبعا عليها أن ننوه أن أمريكا وإسرائيل ليستا عضوا في محكمات الجنايات الدولية. هذا طيب. بمعنى أن أمريكا وإسرائيل لا تصريحات من ناحية أخرى، يعني تصريحات أمريكا بأنه يجب أن يكون هناك إصلاحات في السلطة الفلسطينية حتى تستطيع أن تحكم غزة، ما شكل الإصلاحات التي يقصدها الأمريكان في هذا الإطار؟ أولا سوليفان، طبعا هو بالتحديد سوليفان كان يوم أمس هناك اجتماع مع أيضا يعني أمين سر منظمة التحرير بالإضافة للرئيس الحكومة الفلسطينية، تم المناقشة من قبل المستشار الأمن القومي سوليفان، وكان هناك انتقاد لادع من الأمريكان للسلطة الوطنية الفلسطينية، وأشاروا أن هذه الحكومة الفلسطينية لا نريدها، وأشار أن هذه الحكومة ليست هي الأسماء التي وضعناها وليست الأسماء التي يعني رسخنا في ذاتها، وتم الإشارة من قبل الأمين السر أن هذه فترة مؤقتة، أن عملية وضع هذه الحكومة فقط لفترة مؤقتة. وسوليفان أشار أن هذه الحكومة وهذه السلطة هي لا تفي في الغرض أن تكون هي متجددة، وهي لم تعطي أي إصلاحات كما يريدها الواقع الأمريكي. أولا الإصلاحات التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية هي بإعادة حكومة جديدة متجددة ليس لها علاقة بالحكومة الحالية، هم يريدون إعادة الهيكل الأمنية، إذا تحدثنا بكل واقعية هم يريدون إعادة الهيكل الأمنية من جديد حتى تستطيع أن تسيطر في الضفة الغربية وقطاع غزة. السلطة الحالية لا تستطيع أن تسيطر أمنيا، هناك أصبح تمرد من قبل الشباب، أصبح هناك وجود الكثير من الخلايا المسلحة في الضفة الغربية، وهذه السلطة لا تستطيع أن تسيطر عليها، هذا حسب واقع الأمريكان. فبالتالي الأمريكان الآن يشيرون إلى إعادة الهيكلة، وناهيك أن هذه السلطة تعاني من الفساد الترهل المالي والإداري، وهم يعلمون تماما الأمريكان أن هذه السلطة بحاجة إلى إعادة هيكلية المؤسسات الإدارية من جديد، فبالتالي هم لا يريدونها ولا يريدونها بهذه الشكل الحالي، يريدونها التموضع الأمني إذا تحدثنا بكل واقعية دون النظر إلى الأفق السياسي أو دون النظر إلى أي بعد سياسي. فبالتالي الأمريكان ما زالوا حتى هذه اللحظة يتوافقون كليا مع إسرائيل، وحتى على مستوى إسرائيل ذاتها يعني يوم أمس تم تسريبا صوتيا من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي جالنت باجتماع سري مع حزب الليكود، وأشار أننا لن نفكر أن نعطي الفلسطينيين أي نوع من الدولة الفلسطينية، وإن كان هناك هذا هو المعلوم حتى بدون هذا الاجتماع. دكتورة تمارا، هذا هو المعلوم من نية نتنياهو تجاه قطاع غزة وتجاه القضية برمتها. أنا بشكرك دكتورة تمارا حداد الكاتبة والمحللة السياسية، كنت معنا من رام الله. ينضم إلي أيضا عبر الهاتف وتطورات الأحداث سعادة العميد خالد حمادة خبير عسكري واستراتيجي من بيروت. سعادة العميد مساء الخير. مساء النور. بداية إذا تحدثنا عن تطورات الأوضاع الآن ما بين حزب الله وبين إسرائيل، يعني كيف ستتصاعد الأحداث وسيناريو تصاعدها خلال المرحلة القادمة وفقا لمعطيات الحاضر وما استجد من أحداث؟ يعني لا شك أن جبهة لبنان التي فتحت بعد انطلاق عملية طوفان الأقصى بيوم واحد لازالت لغاية الآن على الأقل من دون عنوان سياسي. طبعا قال حزب الله أنه يفتح هذه الجبهة لمساندة غزة، ولكن فعلا هذه الجبهة لم تقدم خدمة المساندة لغزة بقدر ما قدمت اشتباك بلبناني إسرائيلي عابر للحدود يتجاوز القرار 1701 القرار الدولي، وطبعا أدى إلى تدمير قرى عديدة في الجنوب. طبعا القول أننا نحن في حالة اشتباك مع العدو الإسرائيلي هذا ليس يعني هذه مسألة معروفة في الوقت الذي يعني في الجنوب ليس هناك فعلا سوى اتفاقية لودن الموقعة سنة 1949، وهناك مجموعة من يعني الاعتداءات الإسرائيلية انتهت آخرها في العام 2006 بتوقيع القرار 1701. اليوم طبعا في ظل هذا الفراغ، يعني فراغ على كل المستويات، في ظل يعني شلل الإدارة الأمريكية التي تمر بحالة انتخابات، في ظل الارتباك الذي أوجدته غزة على مستوى
الدولي وعلى مستوى طبعا العربي وعلى المستوى الإسرائيلي كذلك. يعني اليوم إسرائيل في غزة مربكة بالرغم من كل هذه العدوانية، يعني هي تدرك تماما أنه ليس مسموعا لها أن تقوم بعدوان على مدينة رفح. هي عالقة بين عدم قدرة نتنياهو على تحقيق أي من الأهداف التي أنجزها، وبين طبعا الرأي العام الدولي الذي أصبح ينظر طبعا إلى إجرام إسرائيل بعين واقعية. طيب سعادة العميد، يعني هل من هنا نستطيع أن نقول أن نتنياهو يفتح جبهات أخرى نظرا لفكرة أن قطاع غزة فشلت مهمته سواء من خلال الأهداف الذي كان يعلنها والأهداف غير المعلنة أيضا من حكومته؟ هل محاولة فقط لفتح جبهة أخرى فقط؟ لا، يعني أنا أقول ذلك، يعني أولا القرار 1701 الذي يعني صدر في العام 2006 لم يتم احترامه لا من إسرائيل وحتى لم تستطع الدولة تطبيقه، وتجاوزه حزب الله. طبعا حزب الله، عندما نتكلم عن حزب الله نتكلم عما تريد إيران أن يعني أن ترسله من رسائل سواء إلى إسرائيل أو إلى الولايات المتحدة عبر جبهة جنوب لبنان. هذه الجبهة مفتوحة، ولكن هذه الجبهة يعني بالدرجة الأولى هي جبهة مرسمة منذ العام 1949 حدودها، وبالتالي عملية الاشتباك هي محاولة يعني تحسين شروط الأمن والاستقرار في الجنوب من الوجهة الإسرائيلية. وطبعا هناك يعني نظام مصلحة إيراني يقوم على هذه على الأذرع الإيرانية التي يعني تؤدي هذه الرسائل النارية بكل الاتجاهات. وبالتالي في حين أنه في غزة هناك طبعا عدم قبول لغاية الآن بتطبيق القرارات الدولية ومشروع الدولتين، يعني في لبنان ليس هناك أزمة دولتين، هناك أزمة ناتجة عن وجود صراع على الحدود تستثمره إيران عبر حزب الله. طيب هل استطاعت إيران أن تقدم رسائل حقيقية إلى إسرائيل من خلال هذه العمليات المتنوعة سواء على المستوى العسكري أو ما قامت به من يمكن ضربات داخل إسرائيل من خلال حزب الله؟ يعني أولا بالخبرة الطويلة مع كيف تتعامل إيران مع الأزمات، إيران لا تنظر إلى الموضوع يعني على قدر ما تقدم من رسائل نارية أو بقدر ما تستطيع أن تلحق من دمار في داخل الإسرائيلي. إيران يهمها أن تبقى جبهة مشوشة على أي عنصر للاستقرار سواء كان دولي أو محلي، ومصادرة القرار السياسي اللبناني أو السوري أو العراقي أو اليمني كما نرى يعني. وبالتالي في نظر إيران ليس مهم ما تستطيع أن تنفذه في داخل إسرائيل، بل المهم أن تبقى هذه الجبهة مشتعلة وأن تكون إيران جزء من صفقات وتسويات مستقبلية تطل من خلالها إيران على الولايات المتحدة وعلى إسرائيل. الضربات التي قامت بها سعادة العميد، الضربات التي قامت بها إيران ضد إسرائيل، هل حضرتك تعتقد أنها كانت ضربات موجعة حتى وإن كان رد على ما قامت به إسرائيل؟ أنا لا أعتقد، يعني حتى ما كذلك إذا فهمنا كما وأعود وأكرر، إذا فهمنا كيف تفكر إيران، إيران لا تريد أن تكون بالنسبة للولايات المتحدة عامل يعني يهدد في الحقيقة وجود إسرائيل. هي تريد أن تقول أنا جزء من معادلة الاستقرار، وبالتالي أين يمكن صرف النفوذ الإيراني؟ ولذلك الضربات الإيرانية عبر حزب الله إلى العمق الإسرائيلي لا توازي طبعا الضربات الإسرائيلية في العمق اللبناني، وإنما هي عملية إثبات وجود وعملية مصادرة قرار والقول إذا أردتم معادلة استقرار عليكم العودة إلى طهران، هذا هي المعادلة. طيب إذا كانت حزب الله أعلن من البداية أنه يساند قطاع غزة فيما يقوم به من ضربات ضد الاحتلال الإسرائيلي، هل حضرتك تعتقد أن هذا سبب حقيقي فقط أم هناك فكرة توازنات دولية وإعادة التوازنات الدولية مرة أخرى، أو يعني ترتيب الخريطة بالقوى الدولية الموجودة سواء كان من خلال حركات زي حزب الله أو غيرها أو من خلال حتى المؤسسات الدولية أو الحكومية؟ يعني اولا خرائط النفوذ في الشرق الاوسط بدات تترسم على الاقل اتكلم عن جنوب لبنان في العام 2000 عندما سحب الجيش الاسرائيلي من جنوب لبنان دون ان يتكلم مع الدوله اللبنانيه، ومنذ حينه ارسيت معادله ادخال المكون الشيعي الى المنطقه بموافقه امريكيه، وراينا كل هذا التاريخ الاسرائيلي والايراني في المنطقه منذ العام 2000 وحتى الان. هناك تمدد للنفوذ الايراني على حساب استقرار الدول وعلى حساب كل القضايا وكل الجبهات المفتوحة. وبالتالي تخشى طهران اليوم انه ربما الصفقات و يعني الاتفاقات التي سيتم
عقلها أن لا تكون جزءا منها على الأقل في الجنوب اللبناني، لأنه أعتقد أن الولايات المتحدة تتجه إلى معادلة جديدة بعدم الاستعمال الأذرع واستخدام الوكلاء ومن بينهم إيران وإسرائيل في المنطقة، واللجوء طبعا إلى التعاون ربما مع الحكومات أو التدخل المباشر. وفي هذه المعادلة ربما طهران لن تجد مكانا لها في لبنان عبر ميليشيا مسلحة كما هو الحال الآن. لذلك هي مصرة على هذا الاشتباك لأنها تريد أن تدخل التفاوض من وجهة نظر دورها في تأمين الاستقرار. تمام، أنا بشكرك شكرا جزيلا سيادة العميد خالد حمادة خبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من بيروت. ينضم إلي أيضا الدكتور عائد ياغي مدير جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية بغزة. دكتور عائد مساء الخير. مساء الخير لك ولجميع المشاهدين الكرام. بداية يعني كيف تواجهون كل هذه التحديات، إغاثة الفلسطينيين سواء الشهداء أو الجرحى وسط قصف مستمر من الاحتلال الإسرائيلي وقطعه الطريق أيضا أمام سيارات الإسعاف؟ بالطبع هذه من المهام الصعبة إن لم تكن من المهام المستحيلة، ولكن لا يوجد لدينا أي بديل سوى مواصلة العمل لمساعدة أبناؤنا وإخواننا الجرحى. نحن نتحدث منذ اليوم من أول شعبان السابع من أكتوبر وحتى اليوم، يعني استطاعت الطواقم الطبية تقديم خدماتها لما يزيد عن 78 ألف جريح، وهذا رقم مهول، بالإضافة إلى أيضا يعني تقديم الخدمات الصحية للفلسطينيين النازحين والذين وصل عددهم إلى أكثر من 1,700,000 مواطن نزح عدة مرات في أماكن مختلفة سواء مراكز إيواء تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين أو مراكز إيواء أخرى. هذا هو الواقع، نحن يعني نعمل على تقديم الخدمات قدر الإمكان في ظل شح الإمكانيات وخاصة الأدوية والمستلزمات الطبية، ناهيك أيضا عن الوقود اللازم لحركة السيارات الإسعاف والمركبات وغيره. هذا هو الواقع الذي يعيشه الآن قطاع غزة وخاصة ونحن الآن على أعتاب. طيب دكتور عائد، يمكن دكتورة تمر حداد كانت معنا من قليل، هي محللة سياسية من رام الله، وأكدت أنه يسعى أيضا نتنياهو إلى عزل المناطق، عزل هذه المناطق عن بعضها، كيف يؤثر أيضا على عمليات الإنقاذ أو الإغاثة بغلق منطقة يعني عن أخرى؟ يعني بالطبع هذا يزيد المشاكل والعقبات أمام الطواقم الطبية، وخاصة نحن نتحدث الآن قطاع غزة عمليا هناك جزء مفصول منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي، وهو نتحدث عن شمال غزة، المنطقة الشمالية الواقعة شمال وادي قطاع غزة والذي يضم محافظتي غزة وخان يونس، بالإضافة إلى بقية المناطق. منذ أسبوعين تقريبا وعند اجتياح محافظة رفح أيضا أصبحت رفح شبه معزولة، وخاصة المناطق الشرقية من محافظة رفح. نحن نتحدث عن لم يتبقى إلا أماكن قليلة لا تشكل إلا حوالي 25-30% من مساحة قطاع غزة، والتي يتواجد فيها العدد الكبير من سكان قطاع غزة، وهي بالمناسبة المنطقة الغربية والتي تقع يعني محاذاة للشريط الساحلي بين محافظتي رفح ومحافظة دير الفلاح. هذه هي المنطقة المكتظة بالسكان، حتى أن الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف من الصعب إن لم يكن من المستحيل التحرك في ظل كثافة سكانية عالية، في ظل أيضا لا توجد طرق مؤهلة معبدة للسير، وأيضا في ظل يعني شح الوقود اللازم لحركة المركبات وسيارات الإسعاف. طيب دكتور عائد، أيضا بعد غلق معبر رفح يعني من الجهة الفلسطينية والتأثير أيضا بهذا الشكل على معبر كرم أبو سالم، الميناء أو الرصيف البحري التي أعلنت عنه الولايات المتحدة الأمريكية، هل برأيك سيؤثر على هذه الكارثة الإنسانية بشكل إيجابي؟ بالطبع لا، يعني ما أعلنت عنه الولايات المتحدة الأمريكية والذي يعني بدأ تشغيله منذ يوم الجمعة الماضي هو فكرة جهنمية، يعني تحاول الإدارة الأمريكية منه تحقيق بعض الأهداف السياسية المشبوهة، وخاصة عندما نعلم بأن هذا الميناء البحري هو يعني يدخل يوميا منه ما لا يزيد عن 50-60 شاحنة فقط. هذه كانت في أحسن الأحوال، يعني تدخل هذه الشاحنات خلال ساعات فقط، هذا أولا. ثانيا يعني حسب المصادر التي يعني وثائقي الشاحنات الذين يعملون في هذا المكان هم يتحدثون عن صعوبة الوصول إلى المكان وخطورة أيضا الوصول إليه، بالإضافة إلى أن المواد التي دخلت هي ليست المواد الأساسية التي هي بحاجة إليها المواطنين في قطاع غزة. مرة أخرى هذه هي مؤامرة أمريكية
تدعم هذا الكيان في حربه المتواصلة على قطاع غزة، وهي كما ذكرنا سابقا هي ذر للماء في العيون، وأيضا لتحقيق بعض المكاسب لهذه الإدارة وحليفتها دولة الاحتلال. طب كان هناك أيضا أخبار بأن المستوطنون الإسرائيليون أنفسهم يعيقون حركة سيارات الإسعاف ويمنعون أيضا الإغاثة والمساعدات وغيرها، يعني كيف يؤثر ذلك بشكل مباشر على الميدان؟ يعني فكرة يعني أن المستوطنين أنفسهم أيضا يقومون بما يقوم به الجيش الإسرائيلي. يعني بداية يجب أن نوضح، المستوطنين عندما يعوقون سيارات الإسعاف هذا مقصود به بالضفة الغربية، ولكن المستوطنين الإسرائيليون أيضا هم أعاقوا المساعدات التي تدخل مباشرة من المملكة الأردنية الهاشمية أو من مناطق أخرى إلى قطاع غزة، إلى شمال قطاع غزة، وشاهدنا الأسبوع الماضي كيف عندما تعدوا على أكثر من شاحنة تحمل المواد الغذائية. بالطبع نحن نواجه ليس فقط جيش الاحتلال، نحن أيضا نواجه جيش كبير من المستوطنين قوامه أكثر من 1,100,000 شخص مسلحين، هم أيضا الشعب الفلسطيني يواجه بالإضافة إلى جيش دولة الاحتلال يواجه أيضا جزء كبير من سكانه وهم المستوطنين، ولكن بالطبع هذه من بعض التحديات التي نواجهها في عملنا اليوم. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور عائد ياغي مدير جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية بغزة. ومشاهدينا الكرام انتهت تغطيتنا المباشرة، ولكن تغطيتنا الإخبارية مستمرة مع حضرتكم على مدار الساعات القادمة. إلى اللقاء.